مسلسل قد يبدو انه بعيد طبعا كل البعد عن الكوميديا، بيناقش قضية خطيرة فعلا. وهل مرات الإنسان ممكن يتخذ قرار أنه يغير مبادئه بسبب موقف صار معه؟ يعني إحنا عم نشوف الدكتور البسيط اللي يحب عمله، اللي كثير ماشي، بدنا نقول جنب الحيط ماشي صح، هل بسبب مشكلة أو حادث صارت معه راح تخليه أنه يرجع يعيد التفكير بمواضيعه وكان ضدها تماما؟ اللي هو احنا بنتكلم عن موضوع تأجير الأرحام. نعم. دكتورة، تأجير الأرحام هذه الفكرة الجديدة اللي في العالم أصلا، هي موجودة في عالمنا بس يمكن ما كنا نتطرق لها بأعمالنا. نعم، هو الجديد هذا المختلف. نسمع عن زراعة الرحم، عن تأجير الرحم، ولكنه هو يعني من المحظور من التابوز. احنا بانتظار، أنا عموما يعني مجرد ما أشوف إياد نصار، إياد علامة فارقة في الدراما العربية، وأيضا أراهن عليه لما مجرد ما أشوف بانوراما وعرض سريع لأي مسلسل في الدراما المصرية أو العربية المشتركة، خصوصا في رمضان. يعني أنا ولا مسلسل أفوت لإياد نصار، وهذا البلاك هورس. طيب حلو، يعني تراهني عليه برضه. نعم، والموضوع أيضا الموضوع مثير جدك. الكوميديا أخذ يعني حيز برضه كبير من المسلسلات الرمضانية، محتاجينها في هذا